يا خويا رانا ناويين ورانا طامعين في دولة جديدة، جزائر جديدة إن شاء الله بإذن الله، ورانا تاني متاكلين على ربي وعلى هذا الرئيس الجديد يسقم لنا الوضعية. محال باش نزيدو نقعدو كيما رانا، والبلاد ما راهيش مليحة، والناس راهم متراقبيننا من برا من الداخل، رانا غارقين. اليوم جيت أديت الواجب تاعي وانتخبت، نتمنى إن شاء الله الجزائر أنا تخرج من الأزمة تاعها، ونتمنى إن شاء الله الخير للبلاد هذه، وأنه ننتخبوا رئيس اللي يقود البلاد إلى بر الأمان إن شاء الله. لا توجد حلول سوى الانتخاب، لا توجد حلول سوى اختيار من سوف يبني الجزائر مع الشعب وبالشعب ثم الشعب. والله اليوم رانا جينا نأدوا الواجب تاعنا نحو هذا الوطن، ورانا انتخبنا إن شاء الله الرجل اللي صالح لهذا البلاد، ونتمنى إن شاء الله لهذا البلاد التوفيق والنجاح والسداد في المستقبل، إن شاء الله الازدهار للبلاد، إن شاء الله عهد جديد. رحنا لهنا ونبو دعين بيضاء ونادي سيدي فوتي premièrement c'est pour l'Algérie deuxièmement pour choisir son élément le plus favorable الانتخاب راه واجب وحق، يعني حق من اجل الوطن، جينا ننتخبوا من اجل الوطن، من اجل مصلحه الجزائر، من اجل مستقبل الوطن.